الكثير من الجزائريين يحاولون أن يظهروا أضحية العيد بأحلى حلة، غير أن البعض ذهبوا أبعد من ذلك، إن أصبح شكل الأضحية غريبا بسبب الإفراط في تزيينه. التقرير لطارق تريدي. تسريحات غريبة هي آخر صيحات الموضة في عالم الكباش والأضاحي لسنة 2015، فمن الأسامي العجيبة التي تطلق على كباش المصارعة إلى التسريحات التي أصبحت اليوم تستقطب الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب منهم. التحفيفة هذه هي الدزة ديالو، هكذا الكوبا ديالو، هذه هي دايما ميليتان، هذيك اللحية هذيك يطبق عليهم الشريعة. كيفاش حنا مجزين وهكذا، جبناها من السوق هكذا جزينا وكبسوفاج، تسمي رانا بالعقل ما حتى ونيت روضه ان شاء الله. الاشكال المتنوعه لهذه الكباش جعلتنا نتنقل لنستفسر عن هذه التسريحات. هذه كاين بنادم يجي يعشق في الكوبا تاع طوريس، يحب جوار طوريس، يقول لك دير لي كوبا طوريس، كوبا طوريس تجي هاك، كوبا طوريس تجي لهنا، هذه كوب ليون، هاي كيما نقولوا حنا، هاي لهنا كوب ليون، درنا له الخمسه هذه العين بيسك الناس يحبوه هنا، وكوب كوب طوريس تجي هاك كيما نقولوا، هذه لا تاع كوب ليون لهنا تجي كوب طوريس كيما يديرها في الراس من الجوار. وكاين البولو نديسيني لو بولو هنا كيما بون تاع نوار هذه. ليصبح الجمهور الجزائري اليوم منقسما بين من يبذل جهدا كبيرا في ترويض الكباش للفوز بلقب اقوى كبش عن طريق المصارعه، وبين من يفضل القيام بتزيين الكباش باحدث التسريحات التي يراها في شاشه التلفاز.